مشاهدي الفضائية التالية، أهلا بكم في النشرة الأخيرة. عقد أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف لقاء عمل مع المسؤولين الإداريين والصحيين بمنطقة بحر الغزال، وفي طريق عودته إلى العاصمة إنجمين توقف بعد عدد من المستشفيات بهدف الوقوف لتوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. تفاصيل عباس أحمد أبكر. عقب انطلاقة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، عقد أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف لقاء مع المسؤولين الإداريين والعاملين بمستوصف شدر غرب لمعرفة الإشكاليات التي يعاني منها العاملون المتمثلة في عدم توفير المستلزمات الطبية ونقص في الأطباء طالبين بناء مركز صحي بمنطقة شدر. أمين الدولة في الصحة العامة دعا المواطنين للمشاركة في تنمية منطقة شدر. بعد ذلك قام أمين الدولة في الصحة العامة بزيارة تفقدية إلى المستوصف للتعرف على أحوال المرضى، وفي طريق العودة إلى مدينة إنجمينة وقف أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف بمستشفى مدينة المساقط. وخلال اللقاء استمع أمين الدولة في الصحة العامة إلى مختلف المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمساقط، وخاصة تصيب بعض العاملين مما أدى إلى غياب معظمهم في ساعات الدوام. بعد ذلك تفقد أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف مختلف الأقسام. بعض الأشياء الكويسة متواجدة، ولكن في نقص كبير في بعض الأشياء. ناقشنا معهم نقدروا نحلوها في نفس المكان حلينا، وبعض المطالب معنا الفنيين في الوزارة نرجو إن شاء الله نجد لها حل. دي رسالة نوجهها لكل العاملين في إنجمينة وحواليها، الناس اللي قاعد بيشتغلوا في هرازل في حجر لميز وفي شاريبا قرمي، المناطق دي معناتها ناس بيشتغلوا وبيجوا إنجمينة، وده ما بيجوز. أنت معناتها قاعد برا ما قاعد في إنجمينة. وعليه فإن زيارة أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف تبرهن مدى اهتمام وزارة الصحة العامة.